احتفل أبناء مدينة حلب بعيد الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، في عدد من كنائس المدينة. فرحة العيد هذه السنة تأتي أيضاً باحتفال أهالي حلب بالذكرى السنوية الأولى للانتصار على الإرهاب على يد حراس الحياة أبطال الجيش. الحلبيين مستعدين أن يضعوا دماءهم رخيصة من أجل كل تراب سوريا. عيد ميلاد السيد المسيح هو حضور الأمل والرجاء، الفرح والسلام، وسوريا ستنتصر لأن الله سيقف معه، واقف مع الله، وسيقف إلى جانب الجيش العربي السوري. بنهني حلب بتحريرها من الإرهاب، صار سنة عم نعيد فيها تحرير حلب، وهذا فخر وعظمة لبلدنا لمدينتنا. بنتأمل أنه هالتحرير يعم كل سوريا، ما يبقى عنا ولا إرهابي بيدمر وبيقتل وبيسرق. نحن عم نحتفل بالسنة الأولى للنصر نعم بحلب، إن شاء الله يكون كمان نصر تاني، هو نصر المصالحة التامة والسلام الدائم والشامل بسوريا وبلاد سوريا الجديدة، منفتح على الكل حتى نكون فعلا نور، نكون نور ونكون كمان أم سوري لكل العالم. حلب المدينة المباركة اللي احتفلنا من أيام بالذكرى الأولى لتحريرها من رجس الإرهاب، نشكر ربنا أنه أعطانا هالبركة والنعمة بالسنة الأولى حتى نلحظ تحسينات كبيرة بمدينة حلب بفضل تعاون هالقيادات جميعها يد واحدة من أجل رفع شأن هالبلد المبارك. قدمنا اليوم التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، والذي تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانتصار حلب على الإرهاب، وكلنا ثقة بأنه العام الجديد سيكون عام النصر الشامل على الإرهاب بكل سوريا بفضل صمود أبناء شعبنا وتلاحمهم مع أبطال الجيش العربي السوري خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد. رح نقول لشعبنا ولأهلنا في مدينة حلب وفي سوريا كل عام وانتم بخير، لجيشنا الباسل الجيش العربي السوري راح يحقق الانتصار المؤزر إن شاء الله في العام القادم وقبل حلول هذا الموعد في العام القادم على كل الجغرافيا في سوريا. مثل ما الملائكة أزاعوا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر، الرجاء الصالح اللي بدفعنا دايما لحتى نبني ونتابع مسيرتنا بخطى حثيثة، لأنه السلام بحاجة أيضا لأشخاص أصحاب سلام يبنوا المجتمع، يبنوا القيم، يبنوا الإنسان. دعوات وأمنيات بأن يعم السلام في أرض السلام والمقدسات سوريا.